لوكا مودريتش نجم الكرة الكرواتية الأول يرعب المغرب بما قاله، ويتوعد زياش وحكيمي نجوم الكرة المغربية بأمر خطير ناري قبل مباراة المغرب وكرواتيا في مونديال قطر 2022 يا سادة يا كرام. طبعا زي ما حضراتكم عارفين المنتخب المغربي في المونديال يقع في مجموعة تضم كندا وبلجيكا وكرواتيا. لوكا مودريتش اليوم خرج بتصريحات قوية جدا 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 مؤكدا أن المنتخب الكرواتي قادر على الفوز بالثلاث مباريات وحصد العلامة الكاملة 9 نقاط، حيث أكد لوكا مودريتش أن المنتخب المغربي يمتلك أسماء كبيرة أمثال ياسين بونو وأشرف حكيمي وحكيم زياش، لاعبين من بين الأبرز والأفضل في مراكزهم على مستوى العالم. ولكن لوكا مودريتش قال بالرغم من كل هذا لن يستطع المنتخب المغربي الوقوف أمامنا، سنكتسح اكتساحا كاملا في أرض الملعب. هذا التصريح الناري والصادم أتمنى أن يصل إلى كل لاعب من لاعبي المنتخب المغربي، وأتمنى أن يصل إلى الجهاز الفني بقيادة وليد الركراكي من أجل الحماس أكتر، من أجل الجرينت أكتر، من أجل إعطاء لوكا مودريتش بمنتخبه درس لن ينسوه، وأن نكتسحهم في المونديال بلا رحمة بلا شفقة. في النهاية ستندم يا لوكا على مثل هذه التصريحات، المغرب ستفترسك دون شفقة يا مودريتش.